ولسه مكملين مع حضراتكم الفقره الطبيه وفقراتنا من مهارات عظيمه. وصلنا بقى للفقره بتاعتنا، الجسم علشان يكون قوي وصحته كويسه وعنده مناعه قويه كده تجاه اي مرض يعني مزمن او مستحدث لا قدر الله، وكمان الشخص يكون حاسس دايما انه ذاكرته قويه وعنده احساس مستمر كده بالطاقه والنشاط عشان يمارس انشطه اليوم، الامور دي كلها بتتطلب عده عوامل زي التغذية الصحية، شرب كميات كافية من المية، وفي كمان خطوة مهمة جدا البعض بيهملها وهي الانتظام على تناول المكملات الغذائية اللي طبعا ليها دور كبير وأساسي لصحة جسمنا. النهاردة هنعرف أكتر عن أهمية الفيتامينز لصحة الجسم وإيه أعراض نقص الفيتامينز وإزاي طبعا ناخدها بشكل سليم. كل ده وأكتر مع ضيفتي اللي مشرفاني ومنوراني في الاستوديو، دكتور دينا أبو السعود المستشار الطبي لشركة بايو ناتشر. أهلا يا دندور. أهلا بيك يا حبيبتي. عاملة إيه؟ عاملة إيه؟ الحمد لله. كله حلو؟ كله جميل، كله حلو يا حبيبي. موضوع مهم يا دندون. اكيد اكيد. فعلا في بعض الناس طبعا انت احنا اتكلمنا طبعا كتير، بس هنقول لو لسه لينا اصدقاء منضمين وبيسمعونا لاول مره، خلينا نقول انه طبعا التغذيه الصحيه اكيد، الاكل الصحي مهم، الرياضه مهمه، حاجات كتير في حياتنا. لكن اصبح من كمان الضروريات هي فكره تناول الفيتامينز او المكملات الغذائيه اللي بتساعدنا كتير دلوقتي في حياتنا. صح. كلمينا بقى، هي يعني أصبحت مهمة ليه؟ الفيتامينز مهمة جدا لكل الستات اللي بتتفرج علينا. تمام. وكأكيد رجال، بس يمكن بخص بالسيدات عشان كل الستات بتتابعك يا عظيمة حبيبتي بالأكل الحلو اللي بتعمليه. ربنا يسعدك يا دندون. فالفيتامينات ليها أهمية كبيرة جدا في كل مراحل الست، كرة من سواء ما كانت بنت لغاية ما اتجوزت، لغاية ما حملت، لغاية ما ولدت وترضع وبتخش في المونوبوز. كل مراحل حياتها لازم فيتامينات ومعادن. مهمة في ايه؟ اوكي قولي لنا بقى. هكلمك مثلا للمناعة، مهمة جدا للمناعة. الست لما بتكبر شوية في السن المناعة بتتراجع، يعني بعد الأربعين المناعة بتتراجع شوية، فمهم جدا ليها الفيتامينات اللي داعمة للمناعة، مثلا زي فيتامين سي، زي الزنك، الفيتامينات اللي موجودة في ألبا مالتي فيتا اللي هتكلم عنه. مهم جدا لدعم الصحة النفسية. الفوليك أسيد مهم قوي عشان حتى وقت الحمل ووقت الولادة تدعم لها الصحة النفسية، ووقت انقطاع الدورة تدعم لها الصحة النفسية. وبرضو أكيد الفوليك أسيد موجود في ألبا مالتي فيت. تمام. أكيد. هتكلمك مثلا عن الكالسيوم. كل ما الست بتكبر في السن الكالسيوم عندها ممكن تبقى عرضة لهشاشة العظم، فلازم تدعم جسمها بالكالسيوم. الكالسيوم موجود في ألبا مالتي فيت. لو هتكلم احنا هنتكلم طبعا عن كل الحاجات اللي موجودة فيه، بس يعني قولنا ايه اللي ممكن احنا نكون مش واخدين كمان بالنا منه مع مرور الوقت. الأعراض مثلا، يعني احنا في أعراض كده بتحصل ساعات الواحد مبقاش متخيل ان دي نتيجتها نقص فيتامين في جسمه. صح. التعب، الخمول، كثرة العدوى، عدم التئام الجروح، تنميل الأطراف، تساقط الشعر، نزيف أحيانا في اللسة لو احنا بنغسل سناننا، شحوب البشرة، البشرة ما فيهاش نضارة، الهالات السوداء، تساقط الشعر، تكسر الأظافر، كل الحاجات دي بتبقى من اعراض نقص الفيتامينات والمعادن. لما نيجي نمسك المج والاقي ايدي اعصابي مش قويه، بتترعش فبتلاقي المج يقع من ايدي، برضو نتيجه نقص فيتامين بي. عندنا اعراض كتيره قوي ما ينفعش ان احنا نستهان بيها، لان لا استهانه في الفيتامينات. الفيتامينات داعمه جدا لصحه المراه والجمال المراه والصحة النفسية كذلك يا عظيم. ممكن حد يقول لك هو انا ممكن اخد الفيتامينز دي كبديل للفيتامينات اللي انا باخدها من الاكل الصحي؟ بصي يا عظيمة، هو لا بديل للاكل الصحي. احنا بنتكلم على الفيتامينات انها مكمل غذائي. أوكي. وليس بديل. تمام. فمهم ان احنا ندعم بالاكل الصحي. وبس هي الفكرة ايه؟ ان صعب ان احنا نعرف كل يوم ندعم بالاكل الصحي. يعني النهارده هاكل حاجات فيها فيتامين سي، فيها زنك، فيها كالسيوم، وات ايفر، بكره مش هاكل. صح. والجسم محتاج ده يوميا. أيوة. عشان كده الفيتامينات هي ليست بديل الاكل الصحي. احنا محتاجين الاكل الصحي، لكن لو في يوم ما قدرتش اوفي احتياجات جسمي
للفيتامينات وقتها لازم ألجأ للمالتي فيتامينز والمكملات الغذائية أكيد الأمنة والمصرحة من سواء وزارة الصحة أو هيئة سلامة الغذاء. طيب انتي النهارده يعني هترشحي لنا طبعا يعني مكمل غذائي من المكملات الغذائيه، لان شايفه ان هو انتي هتحكي لنا هو ليه متميز عن غيره من المكملات الغذائيه اللي ممكن نشوفها في الصيدليه. برشح وبقوه اي ال بي مالتي فيت او الب مالتي فيت، الب مالتي فيتامين. ليه اشمعنى ده اللي برشحه؟ لان الب مالتي فيت دخله 13 من العناصر، 13 عنصر من الفيتامينات والمعادن اللي احنا محتاجينها يوميا. اي ست فينا محتاجه، لو هتكلم طبعا ده شكل العلبه على الشاشه. مهم قوي ان احنا نعرف شكل العلبه عشان لما نيجي نطلبه من الصيدليه ملناش بديل يا جماعه بليز. ملناش اي بدائل لا بالارخص ولا بالاغلى، طبعا سعره رائع لان اصلا شركة بايوناتشرال بتهتم جدا جدا بتلبية احتياج الناس كلها. فسعره كويس، دخله 13 فيتامين وعنصر. لو هتكلم على الزنك، الزنك مهم جدا لأي ست بتتفرج عليا، مهم للرجال طبعا، لكن لو هخص النهاردة الستات الزنك مهم في ايه؟ مهم جدا لشعرها، مهم جدا للعمليات الحيويه في الجسم، مهم جدا للضوافر، مهم جدا لعمليه الهضم. الزنك الزنك مهم للمناعه، زي ما احنا كلنا سمعنا اي في اي وقت في فيروس في بتاع على طول زنك نحاس، زنك نحاس صح. وفيتامين سي. لو هتكلم على فيتامين سي، فيتامين سي مهم جدا لنضاره البشره ولاعاده امتصاص الحديد. كل الفيتامينات دي موجوده في الب مالتي فيت. فيتامين سي داخل الب مالتي فيت 500 ملي جرام. لا ما هو ده النسب بقى، احنا بنتكلم هنا بقى على النسب. هو بيتميز كمان انه النسب هنا ما شاء الله نسب كويسه بالزبط. جدا بالزبط. عاليه، ما هياش قليله اطلاقا. انا عندي الاعلى تركيز في الزنك. أيوة. الاحتياج اليومي للزنك. وحتى مكتوب اول سطر الاعلى في تركيز الزنك مناعه طاقه ذكوره بيدعم الخصوبه لدى الرجال وبشره وللشعر. عندي اللي بيميز الب مالتي فيت، عندي فيتامين بي العيله كلها. دي برضو ميزه مهمه، مهمه قوي العيله كلها يا عظيمه. يعني مثلا يقول اكتر حاجه مشهوره للشعر البيوتين صح؟ أيوة. اللي هو فيتامين بي 7. عايزه اقول لك ان الشعر محتاج كل العيله مش بس البيوتين. البيوتين اشهرهم لصحه وجمال متكاملين من للشعر، لكن على فكره الشعر محتاج الفوليك اسيد طبعا، اكيد عوامل تانية اكيد، يعني كل فيتامين بي احنا محتاجين العيله كلها. طيب هل في مالتي فيتامينز فيها فيتامين بي؟ في بس مش كلهم بالظبط، مش كل العيله. ده اللي بيميز الب مالتي فيت الحقيقه. عندي كمان داخل الب مالتي فيت كل الستات محتاجاه الكالسيوم يا جماعه. الكالسيوم مهم جدا. بناخد الكالسيوم من الالبان، من الجبن، من البيض، من مشتقات الالبان وات ايفر، لكن انا محتاجه من الكالسيوم 1000 ملي جرام يوميا للشخص العادي. للشخص العادي الحامل بتحتاج 1200. اوكي طيب الكالسيوم موجود داخل الب مالتي فيت. الكالسيوم مهم في ايه؟ مهم لعظمنا، مهم لاسناننا، مهم جدا للعضلات. احيانا لما بيجي لنا كرامبس، تشنجات في العضلات، الواحد ساعات ما بيبقاش عارف ايه سببها. هي دينا فعلا بيبقى سببها حاجتين ممكن. المغنيسيوم والكالسيوم. الكالسيوم مهم جدا لانقباض العضلات. فوانس انه يحصل لي دروب في الكالسيوم هيحصل وجع في ظهري، وجع في ركبتي، وجع في عظمي، وتشنجات في العضلات. اوكي طيب هل ايه كمان داخل الب مالتي فيت؟ مهم جدا ادعم الستات بفيتامين اي. فيتامين اي مهم. فيتامين اي مهم جدا، مضاد للاكسده من الدرجه الاولى. يعني اكسدتك، احنا جسمنا كل يوم بيتاكسد. جسمي بيتاكسد، بشرتي بتتاكسد، شعري بيتاكسد، طريقه الاكل، السكريات اللي بناخدها بتعرض الجسم للاكسده. مثلا فلازم اخد حاجه التدخين بيأكسد. لازم امشي على انتي اوكسيدنتس. حتى الدراسات اثبتت ان لما باجي امشي على انتي اوكسيدنت بقلل مخاطر الاصابه لا قدر الله بالاورام السرطانيه. فيتامين اي مدعم للاكسده من الدرجه الاولى. فعشان كده انا برشح الحقيقه الب مالتي فيت، وبطمن كل الناس اللي بتتفرج علينا. طبعا احنا شايفين الزنك كمان داخله 24 ملي جرام. برشح لكل الناس اللي بتتفرج علينا خدوا الب مالتي فيت، خدوا قرص واحد بس في اليوم واتفرجوا على النتيجه. نتيجته حلوه جدا من حيث المناعه، من حيث الطاقه. الستات اللي لسه هقول لك، الستات بتقف في الحر في المطبخ دي بتفقد طاقه على فكره جدا طبعا. يعني اقول لحضراتكم فعلا بجد الحراره والوقوف الكتير للسيدات تحسيها هبطت
اه والله بكلمك بجد. صح فده صح. بيعمل حاله على فكره، لو استمرت الحاله دي تبقى ممكن عندها نقص فيتامين، صح كده؟ لو هي عندها خمور وتعب وما عندهاش يعني تكرارها مع الوقت، صح؟ اه بالظبط، ممكن يبقى نقص فيتامينز وقله نوم وستريس. يعني هي بتبقى حاله مجموعه متكاملة. حاجات يعني ما ينفعش اخد فيتامينز ومينرالز وطول الوقت امشي على اكل مش صحي واكل بالليل قد كده وانام في نفس اللحظه، ما نامش خالص وابتدي انام 6 الصبح. كل الضيق عشان اعيش حياه صحيه لازم اظبط الدايره كلها من الفيتامينات والاكل الصحي والنوم الكويس وتجنب مدمرات الصحه. تجنبها مع النوم الكويس وتدعيم الصحه النفسيه، فلما تبقى الحلقه دي كلها متكامله الست هتعرف تعيش مبسوطه. حلو قوي. طب قولي لنا بقى من بعد ال 35 كده وانت طالعه على ال 40 الفتره دي ايه اكتر الفيتامينز اللي بتحتاجها السيده في الفتره دي تحديدا؟ اهمهم بالنسبه اهمهم ممكن اقول الكالسيوم، موجود اكيد في قلب مالتي فيت، بس مع الكالسيوم لازم اطمن نسبه فيتامين د موجوده عشان يحصل امتصاص للكالسيوم. كويس قوي. بتحتاج فيتامين بي، بتحتاج الفوليك اسيد جدا جدا. الفوليك اسيد داعم لكرات الدم الحمراء وداعم للصحه النفسيه، رغم ان في ناس بتربط يعني الفوليك اسيد ده في فتره اول فترات الحمل بس في صح. تكوين الجنين، وبعد كده تلاقيه ما بتاخدوش خالص. لا ده مهم جدا. الفوليك اسيد من احد عائلات فيتامين بي، مهم جدا جدا جدا. عندك كمان يا عظيمه نقدر نقول فيتامين سي. ده مهم. فيتامين سي مهم ليها لنضاره بشرتها، لان هو بيعزز امتصاص، بيزود لي الكولاجين اللي بينقص. حلوة. وبيعزز امتصاص الحديد وبيعلي لي المناعه. انا قلت كل ما باجي اكبر في السن شويه كفاءه الجهاز المناعي بتقل، دي سنه الحياه يعني، فلازم طول الوقت ان انا ادعم. طبعا ده القرص بتاع الف مالتي فيت، دي الفيتامينات اللي هي محتاجاها من الزنك، وطبعا زي ما انا قلت فيتامين اي يعني. احنا عندنا بقى ايه، احنا داخلين على الدراسه، لان بقى حاجه سريعه كده عشان الاولاد اللي بينسوا، عشان ممكن مثلا اقول لبنتي كذا فالاقيها فجاه مامي هو انت كنت عاوزه حاجه؟ ايوه. فاقل من ثواني، اقل من ثواني ما اعرفش ايه الفكره. فهل فعلا ممكن يكون حبايبي ارتباط الدراسه والمذاكره وبيبقوا لودد الاولاد وبيبقوا في ستريس نفسي غصب عنهم احنا ممكن نكون مش شاعرين بيه، بس هم بيبقى بالنسبه لهم استقبال الفتره دي صعبه شويه. اللي بيشتكوا بقى من نسيان والذاكره بتضعف دي، نعمل ايه معاهم؟ بقول لهم ياخدوا قلب، بقول لاي ام تدي لولادها قلب مالتي فيت، هو ابتداء من 13 14 سنه كويس. بياخدوه كويس. امن جدا، واخد ترخيص من هيئه سلامه الغذاء، متوفر في سلسله صيدليات كبيره موجوده في كل محافظات مصر، يا اما بنطلبه من الصيدليه او عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه دي، ارقام شركه بايو ناتشرال. حلو قوي. بقول لاي ام ادي بنتك او ابنك قرص واحد في اليوم بعد الفطار او بعد الغداء، هيعلي لهم التركيز، هيعلي المناعه. لو انا هو او هي رايحين المدرسه او حتى رايحين الجامعه وات ايفر، وتعرضوا لاي فايرال انفكشن، اي بكتيريال انفكشن، مع الب مالتي فيت الجسم هيبقى زي ما تقولي حيطه سد لاي فايرال انفكشن او بكتيريال انفكشن، لانه بيحتوي على الزنك وفيتامين سي والكوبر النحاس. طب قولي لنا بقى نحصل عليه، احنا قلنا الارقام اللي موجوده، قولي لنا طب لو حد من اصدقائنا في المحافظات لا قدر الله ما لقاهوش في صيدليه قريبه منه. لو ما لقاهوش في صيدليه قريبه منه، بقول لكل الساده الصيادله احنا متواجدين في الشركه المتحده للصيادله، دي من اكبر شركات توزيع الادويه والكوزمتكس والمكملات الغذائيه، والكود بتاع الب مالتي فيت 83205. فممكن يكلموا الصيدليه اللي تحت بيتهم، بليز وفروا لي الب مالتي فيت بالكود ده. ده حاجة سهلة قوي، وقتها الصيدلي يقدر يكلم الشركة أو يكلموا عن طريق الأرقام اللي ظاهرة على الشاشة. شركة بايو ناتشرال موفرة مناديب في كل محافظات مصر. هايل جدا، ده كويس. أنا ممكن أروح أسأل الصيدلي يطلبها بقى هو، صح كده؟ يوفروا لي قريب مني. لو الصيدلي مش لاقيه يكلم الشركة المتحدة للصيادلة على طول بالكود مالتي فيت. هايل جدا. طيب تعالي بقى نتكلم عن، احنا اتكلمنا عن الولاد فتره الدراسه، تعالي نقول مين من اصحاب الامراض المزمنه ممكن يعني ياخد عادي الب مالتي فيت كمكمل غذائي امن بالنسبه له ولا لا؟ مريض السكر هو مش بس مناسب، انا بدعم له جدا الب مالتي فيت جدا. مريض السكر، مريض الكوليسترول بدعم له جدا الب مالتي فيت. ليه بقول السكر؟ لانه بيحتوي على فيتامين ب. مريض السكر لازم يمشي على فيتامين ب كل العيله. كوليسترول بقول له الب مالتي فيت لانه بيحتوي على فيتامين اي اللي هو مضاد للاكسده، اللي بيمنع اكسده الدهون الضاره اللي بتتحول لكوليسترول، فبيظبط لي مستوى الكوليسترول في الدم. مريض القلب ما فيش اي مشكله، فبدعم جدا اصحاب الامراض المزمنه وكبار السن جدا ان هم ياخدوا الب مالتي فيت.
طيب هو قرص واحد في اليوم؟ ما بحبش الكثره من الفيتامينات. هو اصلا ميزته ان هو قرص فيه مجموعه الفيتامينز كلها اللي هو محتاجها اليومي. مش مره في الاسبوع، مره كل يوم. كويس. عشان الناس ممكن تقول لك انا باخده مره واستنى يومين واخده، لا لا لا، انا كده مش هشوف نتيجه، لازم الاستمراريه عليه. اللي بيحس بقى بخمول وتعب ما بيصحى من النوم والاحساس اللي بيبقى شويه بيضايق ده ممكن يحس بتحسن بعد قد ايه ما بياخد البامالتيديد؟ خمول وتعب نقدر نقول من تاني تالت يوم استخدامها احس بنشاط، ان في نشاط وحاجه اسمها بوزيتيف انرجي، بحس ان انا يعني مقبله على الحياه زي ما بيقولوا. فمن ثالث مره بلاقي النشاط حلو قوي. كلمتينا عن شركه بايو ناتشا. ايوه. واتكلمنا عن انه السعر اقتصادي مناسب لكل الناس، خصوصا ان هي العلبه فيها ثلاث شرايط والشريط يعني 30 قرص يكفوا الشهر. الشهر. كلمينا عن شركه بايو ناتشا، قولي لنا يعني كلمينا عنها اكتر. شركة بايوناتشرال شركة متواجدة في السوق المصري، شركة محترمة جدا، سعيدة ان انا شغالة فيها كمستشار طبي. كل منتجاتها يعني بتحرص جدا ان المنتجات بتاعتها تبقى امنة، تبقى مرخصة سواء من وزارة الصحة المصرية او من هيئة سلامة الغذاء. منتجاتها طبيعية مناسبة لكل الاعمار ابتداء من 13-14 سنة. كويس. وطبعا عندها كذا منتج، مش بس ألبا مالتي فيت، وعندنا كول سنتر موجود، وعندنا أخصائيين تغذية موجودين، عشان احنا عندنا أكيد كمان حاجات تانية. كنت لسه هسألك إيه الجديد اللي هتقدمه لنا شركة بايو ناتشرال الفترة الجاية؟ لا بصي، هو الجديد مش هتكلم يعني في الجديد دلوقتي، خليها خليها لما تنزل يعني المنتجات. لكن هي دلوقتي فيها ألبا مالتي فيت وفيها حاجات للتغذية وحاجات للتخسيس يعني. حلو قوي. طيب احنا كده اتفقنا ان احنا هناكل اكل صحي، هنحاول ولكن مش لازم طول الوقت يا عظيم. ما هو يعني مش طول الوقت هنقدر يا دينا. احنا اصلا طبق السلطه لازم يكون فيه من الالوان مش اقل من 6 الوان مثلا. كل ما تكثري من الالوان كل ما تاخدي نسبه الفيتامين. على فكره الالوان دي مهمه جدا. انا ممكن اخد كل اللي انا عايزاه في طبق السلطه. صح. يعني كل ما بتزودي الوان السلطه كل ما انت عارفه انك انت بتدخلي انتيك اكتر للفيتامينز. ما هو ده الحاله الوحيده بقى اللي يعني حرام على الامهات تبقى يعني مناسبه لي، عشان انا زيهم بفكر بتفكيرهم والوقت بقى سريع جدا. ان احنا نكمل بمكمل غذائي انا اقدر بقى امشي عليه فتره طويله. افرضي انا ما عنديش مشاكل بس عايزه احافظ على نسبه الفيتامينز في جسمي، في مشكله في ده؟ انك انت مش عايزه تاخدي الفيتامين؟ لا انا اخده بس انا دلوقتي ما عنديش مشكله في نقص في اي فيتامين بس عايزه احافظ على ان نسبه الفيتامينز اللي موجوده عندي تفضل كويس. اوكي. لو هتكلم على ألبا مالتي فيت ما فيش مشكله يا عظيمه ان انا اخده. كويس. لان الفيتامينات اللي فيها ووتر سوليبل مش هيحصل لها تخزين في الخلايا وتعمل لي فيتامين توكسيستي اطلاقا، ونسبها مناسبه جدا. مناسبه جدا جدا وامنه، وان انا امشي بيه لايف ستايل ما فيش مشكله. اهم حاجه ما بكترش عن قرص واحد في اليوم. حبيبتي يا دندون نورتيني وشرفتيني بجد، بفرح بوجودك معايا، وبحب لما تبقي مركزه معايا ومبتسمه وجميله جدا بحس ان الحلقه هتبقى جميله ورائعه. والله انا مركزه معاكي يا عظيمه. انا مركزه على طول. ايوه انا مركزه على طول. المود مهم. المود مهم قوي. المود مهم والستريس يعني والسترس. يعني هي كان لازم ناكلك في شرب الشوكولاته قبل ما تطلع. كان عاجبني بتفرج عليكي قبل الهوا. كان عاجبني قوي. نورتينا. اسمحوا لي طبعا اشكر ضيفتي اللي شرفتني نورتني، دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال. نورتيني وشرفتيني دندونه. بنورك يا عظيمه. واشكر حضراتكم بجد، شكرا جزيلا من خلال شاشة قناة الأهلي. تحية لحضراتكم وحب وتقدير، وأتمنى من الله ولا يكتر على الله. أشوف حضراتكم من هنا الحلقة الجديدة على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة، وسلام عليكم.